السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته احبابي الكرام. في قضيه كما سبق لي صورتي هذا الفيرما هذه شحال هذه تقريبا شي 15 ميضه واليدي لا وكا تقريبا شي شهر هذا كنت في هذه الفيرما هذه ديال الاناناس وكما شفتوا الفيديو ديالها قبل. فالان كنتواجدوا سميتو تقريبا جهه دوار واكليم بمدينة تنغير. هنا كيتواجدوا شي فيرمات سبحان كعظيم وصفي صراحة. الوصف اللي غادي نوصفنا بالنسبة كإنسان كبر في سميتو التول في الجنوب الشرقي وكبر في الجنوب الشرقي هاد النوع ديال الفلاحة جاني غريب صراحة وتشتو بعيني صراحة سبحان كعظيم وصفي وسميتو وقررت باش نشارك معكم هذا الفيديو هذا. على اي هذه فيرمه ديال الاناناس وباقين وباقى فيرمه ديال الدلاح باقي غادي يمشيو ليها راه سميتو راه تقريبا راه جهت انا نيت. المهم بلا ما نكثر في الهضره غادي نخليكم ان شاء الله مع الفيديو وتكتشفوا نتوما. كما قلت لكم تقريبا دابا كنتواجدوا واحد 3 كيلومتر على برا ديال مدينه تنغير. هنا صراحه شي ناس بالامكانيات الخاصه ديالهم صراحه راه صحراء هذه النيت. الا قلتي صحراء راه صحراء سبحانك عظيم حولوها فيرمات. الوصف كما قلت لكم راه صعيب نوصف هذا سميتو هذا. انتم كما كتشوفوا هذا البطيخ ديال الاناناس هو هذا. هذا الفيديو الثالث هذا اللي كندير لهاد الفيرما هذه.
هنا سيدي قال لي مول الفيرما قال لي كاينه الدلاحه هنا كتعبر تقريبا شي 20 كيلو 25 كيلو الدلاحه تبارك الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته احبابي الكرام. الاشاره في هذا القلعه هذه هي القلعه الاولى ديال هذه الفيرما هذه ديال الدلاح، والاشاره كانت واجده بها على بعد 3 كيلومتر من مدينه تنغير. Thank you.
كان معكم المصور محمد العيدي من مدينة تنغير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.